يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا باسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. صباح الأمل والعمل، صباح التفاؤل. لو النهاردة بدأنا كلامنا بحاجة بتعتبر هي ركيزة الاقتصاد المصري بشكل رئيسي، هي بتعتبر الأصل المغذي لكل الصناعات الثقيلة، بيسموها الصناعات المغذية. لو بدأنا النهاردة كلامنا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مش يعني تتخيلوا حجم هذه المشروعات عامل إزاي. المشروعات دي بتساهم بحوالي 80% من ناتج المحلي الإجمالي لمصر، بتغطي حوالي 90% من التكوين الرأسمالي لمصر، بتصنف واحدة من أهم أدوات الإنتاج، بتوفر فرص عمل، بتدعم النمو الاقتصادي. ايه هي المشروعات الصغيره المتوسطه؟ بس انت من اول ما تبتدي واحده صغيره في قريه تجيب شويه كتاكيت وفراخ وتعمل مزرعه، وصولا لحد عامل سوبر ماركت او حد عامل كيان صغير بيقدر يعني راس ماله بيبتدي من 100,000 لمليون 2 مليون. ده كمان الكلام ده طبقا للبنوك لان هم اللي بيمولوا الحاجات دي. يعني بتتكلم في حد بيعمل مخزن، حد بيعمل متجر، حد بيعمل شوب صغير، حد بيعمل دكانة، حد بيعمل محل ملابس. كل الحاجات دي بتعتبر المشروعات الصغيرة المتوسطة. علشان كده الدولة المصرية ربما دائما ما تشجع على الدخول في المشروعات الصغيرة، دايما بتشجع الشباب، بتدي لهم قروض. نفتكر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 ربما عمل مبادرة وقال إن الدولة هتتحمل فيها حوالي 2 مليار جنيه للدخول، 200 مليار جنيه للدخول أو لتمويل هذه المشروعات من خلال عدد كبير من البرامج. وزارة الاستثمار، كان البنك المركزي، كان عدد كبير من الدول. عندنا برامج تدريبية ليهم، عندنا قروض ميسرة ليهم علشان يقدروا ان هم يشتغلوا ويكبروا هذه المشروعات. حقيقي مصطفى زي ما انت قلت، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دي انت مش محتاج ان انت يبقى معاك رأس مال كبير، مش محتاج ان انت النهاردة زي زمان كده انا محتاجة ابقى اصلا غني عشان ابتدي مشروعي. النهاردة الموضوع ميسر بطريقة كبيرة جدا جدا. احنا النهاردة بنتكلم ان انت استثماراتك او رأس مالك مش محتاج يكون كبير منخفض زي ما اتكلمنا. النهارده بنتكلم عن مشروعات صغيره، فانت راس مالك هيبقى اكتر من 50,000 جنيه، لو متناهيه الصغر هيبقى اقل من 50,000 جنيه. طب انا النهارده معيش ال 50,000 جنيه دول، النهارده الدوله بتتحمل هذه النفقات او بتدي لك قروض بفايده مخفضه جدا عشان تقدر ان انت تبتدي مشروعك. بتقول لك يلا هديك اول زقه، ابتدي انت بقى، ابتدي بس يكون عندك افكار مميزه، عمل دراسه جدوى، تروح تقدمها وهيبتدوا يساعدوك في جهاز تنميه المشروعات اللي في الحقيقه يعني قايم بدور كبير جدا جدا، حتى بيساعد المراه في ان هي يبقى ليها دور كبير في تعزيز التنميه الاقتصاديه، بيديها تنميه او برامج لتنميه المهارات. في كمان دعم المشروعات متناهيه الصغر برضو تنميه المهارات. فزي ما اتكلمنا النهارده كل الامور النهارده ميسره غير قبل كده. يعني النهارده كمان اللي هيبتدي في مشروع ايا كان بقى، شنط، جزم، النهارده مش محتاج حاجه كبيره، انت ممكن تبقى عندك بس المعرفه، النو هاو زي ما بيقولوا. انا عارف عملت دراسه جدوى، فانا عارف النهارده انا هتارجت مين او هستهدف مين من العملاء بتوعي. صحيح. هبتدي اعمل دراسه جدوى واشوف كمان صفحه على السوشيال ميديا، وابتدي اخد لو قرض بسيط وابتدي واحده واحده ومن هنا هتكبر. ليه الحاجات دي مهمه؟ المشاريع دي بتساعد في المساهمه في تعزيز الاقتصاد في الحقيقه، النمو الاقتصادي. وزي ما مصطفى كان قايل ان هي جزء كبير من الدخل القومي لينا كلنا كمصريين من خلال تقديم خدمات. المشروعات الصغيره دي بتقدم خدمات للقطاع الصناعي والقطاع الخدمي في مصر، فبتوفر لينا فرص عمل. النهارده المشاريع الصغيره ممكن توفر فرص عمل لاكثر من 50 شخص، يعني 50 شخص بيشتغلوا في المشروعات دي، مش محتاجه راس مال كبير. فدي كمان حاجه تانية، يعني اي مشروع في دماغك تقدر النهارده تعمله وميسر ليك. والنهارده الشباب بيدعموا بعض، يعني يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا مع زميلتنا هاله وكانت بتقول لنا انه فعلا يعني حتى الشباب احنا كلنا بندعم بعض. النهارده لو حد فينا او حد من صحابنا عنده مشروع
كلنا هنبتدي ندعم على السوشيال ميديا، بنسوق له بنشتري منه فعلا، بنسوق له وبنقول لاصحابنا عليه. طب انا اعرف فلان ده بيبيع ارخص، ما بلاش تروح تجيب من الماركه الغاليه دي، لا روح هات منه احسن. وايفن حتى مش لازم يفتح متجر، ممكن النهارده في صفحات اونلاين، في اونلاين ماركت. يعني النهارده السوشيال ميديا عملت لك فرص مهمة جدا، انت مش لازم تروح لمول عشان تأجر وعشان تدفع كهرباء وخلافه، لا انت ممكن تفتح حاجة اونلاين وتبيع عليها. وعلى فكرة ناس كتير جدا اشتغلت في القصة دي وكسبوا فلوس كويسة قوي حقيقي، وده وسيلة للتسويق. يعني النهاردة في افكار كتيرة جدا، يمكن مصطفى اتكلم عن شوية منهم، لكن في ملابس، في ممكن البعض عمل كمان افكار للشموع، الكاندلز دي اللي بتتحط اللي ليها ريحة، اللي بنروح احنا نشتريها من متاجر باسم، يعني والله الشمعة بقت برقم غريب النهاردة. لأ في شباب جدع راح عمل الحاجات دي بأسعار مخفضة جدا وبيبيع حلوة قوي، في الأساس المستعمل، في أفكار كتيرة جدا جدا اتعملت ونجحت وإحنا شايفينها. وشفنا في بنتين مصريتين يعني راحوا عملوا مشروع كده للشنط والحزمة ووصلوا للعالمية. النهاردة شفنا بيونسي لابسة منهم، فابتدوا صغيرين ما ابتدوش كبار، بس عرفوا ازاي يسوقوا، عرفوا ازاي يبقوا في الأماكن الصح ومع الناس الصح، عشان كده قدروا ان هم يوصلوا. ففي أفكار كتيرة جدا في الحقيقة. احنا النهاردة حابين ان احنا نتعرف على نماذج من الشباب اللي قدروا يحققوا نفسهم من خلال مشروعات صغيرة. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، الناس اللي عملت مشروعات صغيرة ونجحت، كلمنا عن مشروعك ايه هو، ايا كان بقى المشروع اللي انت عملته، سواء كان خدمي صناعي زي ما مصطفى قال، حتى لو سوبر ماركت، لو كافيه، لكن ابتديت صغير وكبرت، او عرفت تبتدي منين، او كان عندك فكره مشروع وحققتها. دول رواد الاعمال اللي هم فعلا عندهم فكره مختلفه وعندهم حماس ان هم يطبقوا فكرتهم دي، وعارفين ان مفيش حاجه هتوقفهم. مش هقعد استنى بقى الوظيفه وانا قاعد بقى حاطط ايدي على كتفي على خدي، انا اسفه، واقول ايه انا ما اصل انا ما بشتغلش، اصل انا مش لاقي شغل. لا فكر أيه. والنهارده الوسائل المتاحه ليك اكتر بكتير يمكن من اللي كانت متاحه من 50 سنه لحد بالزبط. لجدي وجدك وبابايا وباباك ما كانش الموضوع ده سهل بالنسبه لهم زي النهارده. الدوله بتوفر دعم كبير جدا، عندك وسائل السوشيال ميديا، وسائل ماركتينج وتسويق اسهل بكتير من قبل كده، وعندك الافكار اللي بقت كتيره لكن السوق اكبر صحيح. فيستحمل صحيح صحيح. ويعني والمثل العربي بيقول وما فاز باللذات الا كل مغامر، يعني الناس اللي عايزه وظيفه هتلاقي وظيفه، لكن اللي عايز ريسك وهيجرب وهيخش السوق وهيقول ربنا ان شاء الله هيرزقني، والنهارده لو خسرت بكره هكسب، والنهارده لو وقعت بكره هقوم، ربنا يبارك جدا 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 في القصه دي. 9 أعشار الـ الـ البركه تقريبا في التجاره. لكن خلينا اقول ان احنا يعني محتاجين تجاربكم، انتوا عملتوا ايه؟ لو انت في الدلتا، دلتا النيل او في صعيد مصر، عملت مشروع زراعي متعلق بحاجه زراعيه، لو انت في منطقه صناعيه عملت مشروع صناعي خدم على مصنع كبير. عايز اقول لكم انا شخصيا سافرت الصين، شفت ناس يعني بدات من ان هي تعمل الزرار، عاملين كل حاجه هم النهارده مليارديرات، بداوا يعني الوالد او الجد كان راجل بتاع زراير ماشي، الحفيد النهارده بقى بيصدر زراير عشان كده بنقول ان ده بيفرق في الدخل بالزبط. القومي لاي دوله، يعني المشروعات الصغيره دي ما حدش يستهون بيها بالزبط. هي اللي بتخدم الحقيقه على المشروعات الكبيره، وزي ما انت قلت يعني رقم كبير قوي، يعني نحو 80% من الناتج الاجمالي المحلي المصري، فانت بتتكلم في رقم ضخم جدا، ان هم فعلا هم دول عمود الاقتصاد المصري. مين النهارده لو دخل اي مول، لو دخل اي ماركت، لو دخل اي سوق، هم دول الصناعات الصغيره المتوسطه، ورغم بكل الناس اللي انت بتتعامل معاهم وفلوسك، يعني دوره راس المال بتاعتك بتتعامل معاهم بشكل مباشر. مستنيين اجاباتكم، عايزين نعرف تجاربكم ايه، عملتوا ايه، مين نجح ومين فشل، ايه المعوقات، ايه اللي حصل، كل الكلام ده النهارده هنستعرضه في حلقه خاصه جدا من صباح الخير يا مصر، نتكلم فيها على المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بالتفصيل من خلال اجابات حضراتكم. اصبح عليكم مره تانية، صباح الفل عليكم وصباح الخير يا مصر.